النظام السايند والأنسايند، الطلاب قاعد يطلبون أنه أشرح لكم عليهم. راح أرجع للسلايدات اللي شرحنا بيها. خلينا ناخذ في الإكزامبل هوني، نفرض أنه عندنا رقم هو مثلا 9F هكسا، هذا رقم طوله 8 بت، وهو إذا كان 9F يحتمل أنه نتعامل معانه على أنه signed number، يحتمل أنه يكون قد نتعامل معانه على أنه unsigned number حسب الشخص اللي يعني أعطاكم هذا الرقم. فالمفروض أنه أنا لما أعطيكم سؤال بين أرقام معينة لازم أقول لكم هل الأرقام signed أو unsigned، أو مثلا أعطيكم في المعلومة أنت منه تعرفون أنه هاي الأرقام signed أو unsigned. أشون يعني مثلا أقول لكم أنه هاي الأرقام تمثل مثلا خلينا نقول تمثل درجات، طبعا درجات من الطلاب لازم تكون كلها unsigned يعني ما بيها إشارة، يعني عفوا شلون. ف يعني هسه هذا 9F إذا أدحق عليه على أنه هو signed يعني كديسمال فاليو كديسمال يختلف عن أنها أقول هو unsigned كديسمال. فخلينا نحوله هسه إلى نحوله أول شيء راح أقول signed decimal هو أشنو؟ طبعاً أول شيء راح أحوله فوق الباينري، 9 هي 1 0 1 والإف الإف 4 1 بالباينري. إذا كان signed فمعناته البت الأخير هذا الـ MSB يمثل الإشارة مال الرقم. فإذا كان الرقم هذا آخر بت صفر معناته أنه رقم موجب وقيمته شن عوفة كقيمة كديسمال، بس راح تنزل موجب والوحدات كل واحد هو 2 للأس أشقد زائد 2 للأس أشقد زائد 2 للأس أشقد تجمعهم يطلع لك الرقم الموجب. أما إذا كان مثل هاي الحالة آخر بت هو 1 فايش نعمل؟ لازم ناخذ له 2 كومبلمنت لهذا الرقم ونرجع بعدين يعني نفس الطريقة همين نغش على الوحدات أشقد كل واحد هو 2 للأس أشقد زائد 2 للأس أشقد وننزل له إشارة سالبة. فهسه راح نتعامل معنا على أنه sign decimal يعني يعني ناخذ له لازم 2 complement. شلون ناخذ 2 complement؟ نقلب الأصفار إلى وحدات والوحدات إلى أصفار ونجمع معانه 1 صار هالشكل اللي هو إيش قد يعادل؟ هاي 2 complement ويعادل 61 6 61 نعم هذا 61 هذا بالديسمال. لكن قلنا الساين بينه اشاره بقى تمام؟ صح لازم ايش نعمل؟ ننزل السالب. ليش؟ إشارة. لانه هو كان هذا 1 هسه تمام. هسه الانسايند ديسمال ايش معناته؟ معناته راح نتعامل مع البت الاخير هذا على اساس انه هو جزء من الرقم وليس اشاره، لانه اصلا ما عندنا شيء اسمه اشاره بالانسايند ديسمال. فمباشرة كل واحد من هذول الواحدات أشعش قد الثقل مالته، أول واحد هو 2 للأس 1 هي 1 عفوا 2 أس 0 1 زائد 2 أس 1 2 زائد 2 أس 2 4 زائد 2 أس 3 8 زائد 2 أس 4 16 تمام زائد آخر واحد هو 2 أس 7 ما صح؟ اللي هو 128 هذا 32 هذا 64 هذا 128. فمجموعة مش قد غير يطلع هو يمثل الرقم unsigned ويكون بدون إشارة هو من اسمه unsigned. طريقة إيجاد القيمة الديسمال signed إذا كان الرقم موجب هي نفس طريقة إيجاد الديسمال unsigned. إذا تريدون تتأكدوا من رقم معين هل صح طلعتوه ولا لا، روحوا على الإيميوليتر وخلوا هذا الرقم داخل واحد من السجلات ورجعوا افتحوا هاي النافذة اللي يعني دبل كليك على السجل حتى تطلع لكم القيمة مترجمة إلى الباينري والديسمال
ساين ديسمال وساين اند ديسمال. فانت ملاحظه انه نظرة للرقم تختلف اذا كان كنا قد نعتبره ساين او ان ساين. وعندنا كان بقتها هاي تيبل اللي ويني بالله كان اكشف التيبل من الكتاب المنهجي مالتكم يشرح الفرق ما بين الارقام الساين والان ساين. يعني هذه انا احس انه هاي كلش مفيده، يعني اذا واحد ما قد يستوعب بالضبط شنو الفرق بيناتهم. فلاحظوا انه انا قد امثلهم، اذا كنت قد امثلهم ب 8 بت، فاشنو هي الاحتمالات اللي عندي؟ حتى يعني كم احتمال عندي لما امثل السايند والانسايند؟ لحظه، انا عدد الاحتمالات الكلي هو 2 الاس، يعني 8، لان عندي 8 بت، فعدد الاحتمالات الكلية هو 256 احتمال. لكن هاي 256 احتمال لما تكون الارقام unsigned فهي تبدا من الصفر، من الصفر الى الاف اف اللي هو 255 كقيم. لكن بالنظام السايند انا عندي كل قيمه نفسها اطيق ان امثلها بالرقم السالب، ونفسها اطيق عفوا بالاشاره السالبه، ونفسها اطيق امثلها بالاشاره الموجبه. فالفاليوز اللي راح تكون عندي راح تكون نصتها، عرفتم شلون؟ يعني بالامكان ان امثل نص عدد الفاليوز الموجودين بالانسايند، لانه كل عدد هو موجود مرتين سالب وموجب. فلاحظوا بالسايند نمبرز عندي من السالب 128 اللي هو يمثل 80 هكسه، وصولاً إلى السبعة F اللي هو 127 بهذا الشكل. أشنو السبب؟ أنه البت الأخير هو محجوز، ما قد نستخدمه حتى نعمل يعني حتى نقوم بتمثيل values، وإنما هو محجوز للإشارة الموجبة والسالبة. اي نعم طلاب، احد عنده سؤال او شيء على هذا الموضوع؟ نجي على الفلاكس ريجستر. الفلاكس ريجستر نفس هذا نعم نفس هذه المحاضرة. كان وقتها قلنا انه هذا الفلاكس ريجستر هو حفظ، لازم تحفظون المواقع مال كل فلاج، هو ايش الموقع ويا بت من هذا الفلاكس ريجستر. هو عبارة عن سجل واحد طوله 16 بت، حاله حال باقي السجلات الـ AX والـ BX والـ DX والـ SI والـ DI، هو سجل. لكن التعامل مالته شوي، التعامل معانه خاص، والبتات اللي بينه كان صمموا المايكرو بروسيسور بحيث انه اذا مثلا خلينا نحكي عن الزيرو فلاج، اذا كان اكو عمليه رياضيه او منطقيه او شيفت روتيت والنتيجه مالته كانت صفر، فراسا الزيرو فلاج هذا اللي هو البت 6 راح ياشر على انه النتيجه صفر من خلال انه يصير واحد. وطبعا الساين فلاج يعطينا الساين مال النتيجه، الاوكسيلري ذكروا كل واحد منهم، حكينا اشني اشني يعني بايش يتاثر، اشني هي العمليه اللي تاثر علينا. بس لحظه، ايه نعم. فطبعا عندكم مجموعه من الفلاجز نسميهم ستيتس فلاجز، اللي هي متاثرون يعطونا معلومه عن الستيتس مال العمليه اللي تمت، ولهذا نسميهم بهذا الشكل. والفلاجز الثلاثه اللي هي الدي دايركشن فلاج والانتربت والتراب فلاج، ذوي الثلاثه نسميهم كنترول، لانه نحن نريد نسيطر على عمليات معينه. فنحن او قصد يعني احنا من اقول اقصد المايكرو بروسيسور، فالمايكرو بروسيسور يريد يسيطر على عمليات معينة بطريقة معينة، فيقوم يضبط هذا البتات على قيمة هي إما صفر أو واحد، فبالتالي هو يسيطر عن طريقهم على عمليات معينة، ولهذا يسموهم الكنترول بيتس. الكنترول بيتس طبعا حكينا طب على الأوفر فلو فلاج وقتها، قلنا أنه الـ MT يصير
يصير واحد وإمتى يصير صفر. الأوفر فلو فلاج لما نقوم بعمليات مثلا ما بين رقمين، خلينا نقوم مثلا جمع، وكان أكوش كري من البت قبل الأخير إلى البت الأخير، وما كان أكوش كري من البت الأخير إلى يعني الأوتبوت النهائي، الكري النهائي صفر. فلمن هذا واحد وهذا صفر، أيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أنه الناتج النهائي مال عملية الجمع راح يكون خطأ. هذا الشيء يحصل فقط في الـ unsigned، عفوا في الـ signed numbers لما يكون أكوش إشارة. فالبت الأخير لما يكون قيمته الإشارة، إحنا قد نجمع أرقام واحدة منهم أو اثنين كثير كبار، فاحتمال يصير أنه الناتج مال يعني عملية الجمع راح تأثر على البت مال الإشارة وتغيره. فبهاي الحالة الـ overflow flag رأساً راح يأشر أنه يقل لنا واحد، بمعنى أنه يقول له المايكروبروسيسور هسه أنت قمت بعملية جمع لكن الناتج طلع لك خطأ ما صح. في لانه حالة شت اخر شت يعني إيه؟ لانه بالناتج اخر بت قيمته واحد هون تغيرت الاشاره مالت 9728 فصار نوت كوركت. أنا هوني بهذا الإكزامبل إيه شرحت لكم أنه المفروض الناتج الصحيح يطلع لنا زائد 128، لكن هوني لما قمنا بالعملية يعني يدويا لاحظ أنه الناتج طلع سالب 128 وليس موجب 128، فهذا هو السبب. طبعا لو ما كان أكوش هوني كري من البت قبل الأخير على البت الأخير، لو ما كان أكوش كري فراح تخش أن الناتج راح تطلع مطابقة للشيء المفروض يطلع، ما راح يكون أكوش مشكلة. فبس بحالة أنه واحد بصفر راح تخش على الناتج اللي يطلع لك ما مطابق للشيء المفروض يطلع. زين إذا الحل كان يعني هو حل؟ شوفوا هو يعني احنا اقل نحكيكم عن الحالة اللي بيها اللي عنده الاوفر فلو فلاج رأسا يصير واحد، دلالة على انه يقول له للمايكرو بروسيسور عندك حالة اوفر فلو، ثم يعني اما يتم اجراء توقف يعني المايكرو بروسيسور يتوقف ويعطيه مسج لليوزر يقول له انا توقفت بسبب وجود اوفر فلو، او يكمل يعني البرنامج لكن اليوزر لازم هو ينتبه على الاوفر فلو فلاج هل كان صار واحد او بعده صفر. بس انتم يعني ما مطلوب من عندكم غير انه بس تفهمون انه ايمت تظهر حالة الاوفر فلو وليش قد وش معناته، شنو يعني المعنى اللي نستفاده منه هذا الفلاج، وانه هو فقط في حالة انه الارقام مالتنا سايند. اذا كانت الارقام مالتنا unsigned فنحن نهمله. طبعا إذا كانت عملية الجمع ما بين رقمين كان طلعت كري يساوي واحد، ما دام الكري النهائي يساوي واحد ما صفر، معناته ما عندنا حالة الأوفر فلو حتى لو كان أكوش كري من البت قبل الأخير على البت الأخير. فالنتيجة النهائية بهاي الحالة أنه تهملون هذا الكري اللي يساوي واحد، والنتيجة النهائية هي هاي الثمان بتات اللي طلعت عندكم. لما يكون الكري النهائي يساوي واحد فمعناته طبعا هاي بحالة الأرقام ال signed هذا الواحد راح يهمل وتترجم من 8 بيتس اللي طلعت عندنا إلى القيمة النهائية، واحد تشعر أنه القيمة النهائية راح تطلع لكم صحيحة ما بها خطأ، حتى لو كان عندكم كريم من البت قبل الأخير إلى البت الأخير. هسا أحد منكم عنده سؤال أو شيء ما مفهوم على هذا الموضوع؟ هي هاي أصبحت إيه. نعم جيد. الفلاجز بعد ان قلنا التراب والانتربت والدايركشن فلاج نسميهم كنترول فلاجز، الاوفر فلو ان الساين فلاج، الساين سهل هو بس ينسخ قيمة البت الاخير مال الريزلت، يعني اي عملية معينة تجرى رأسا ينسخ قيمة البت الاخير، اذا كان واحد يصير واحد اذا كان صفر يصير صفر. وعندنا زيرو فلاج واضح لأن كثير تعاملنا معانه. الأوكسيلري فلاج لما نكون عندنا قد نعمل عملية جمع أو طرح، ففي الكري من البت الرابع إلى البت من هذا من اللور نبل إلى الهاير نبل راح يكون يساوي واحد، فرأس الأوكسيلري فلاج يساوي واحد. وكذلك بحالة أنه لما نكون قد نطرح فأكو شيء اسمه البورو، أو إحنا تتذكرون من كنا نجمع كانوا يقولون نتدين من البت الأعلى منه، هوني يسمونه البوروين. فهم إذا كان أكو بورو من النبل الهاير نبل إلا والنبل، رأس الأوكسجين فلاج راح يصير يساوي واحد.
بس مطلوب من عندكم انه تعرفون هاي المعلومة، واذا كان عندكم رقمين انتم يدويا قد تجمعوهم، ف لا يعني تقون تعرفون قيمة الأوكسيلاري فلاج هو واحد لو صفر، والبارتي فلاج إذا كان عدد الواحدات بالريزلت النهائية هو even ف راح يساوي واحد، وإذا كان عدد الواحدات هو odd فراح يساوي صفر. هذا كل ما عدنا عن فلاكس وجستر. طبعا ها يعني عدنا عازات حتى نطيق نتعامل مع الفلاكس وجستر، أخذناها بالمحاضرة يمكن الأخيرة مع ستاك انستراكشنز أخذناها. كانت الإعازات هي بوش اف وبوب اف، واني والله هاي بوش اف عن بوب اف، حتى نخلي البايتين كل مال الفلاكس بالستاك، وممكن انه ناخذ بايتين من الستاك ونخليهم بالفلاكس. فهاي الطريقة تمكننا من انه نوصل على هاي البتات ونغير بيها بكيفنا. طريقة اخرى هي يعني عن طريق انه نتعامل بس مع اللور بايت، بس مع اللور بايت من الفلاكس، انه نخلي هذا البايت بالاي هاي او نخلي اي هاي بينو. إذا كان المطلوب أنه تحولون أو تغيرون بأي شيء من اللور بايت من الفلاكس ريجستر من دون ما تتعاملوا مع الهاير بايت، فهذول الإعازين راح يفيدوكم. وأخذنا إكزامبل أنه شلون غدنا نغير، يعني غدنا أول شيء ناخذ محتويات هذا اللور بايت نخزنها بالميموري، ونرجع نعطيه قيمة جديدة هم من غير موقع من الميموري. فتم هذا الشيء عن طريق استخدام لود أي هاي إف وستور أي هاي إف. أول شيء أخذنا قيمة من الفلاكس خليناها بأي هاي، بعدين من أي هاي خليناها بهذا الميموري لوكيشن، وبعدين أخذنا قيمة من ميموري آخر عشان حطيناها بالفلاكس ريجستر باللور بايت من الفلاكس ريجستر، أيضا استعنا بأي هاي ورجعنا خلينا أي هاي بالفلاكس. أحد عنده سؤال أني على هذا فرست الموضوع؟ اي دي ها اللي هو هذا خلاص ايه الإكزامبل. أعيد إيش؟ الإكزامبل قال لنا عندكم اللور بايت من الفلاكس ريجستر، اريد تخزنون الكرنت، سيف ذا كرنت كونتنتس اوف ذا لور بايت اوف ذا فلاكس ريجستر انتو اي اس بي اكس، نخزن محتوياته الحاليه بهذا اللوكيشن اللي هو اي اس بي اكس. فلاحظ اعطانا الادرس بشكل لوجيكال ادرس، هذا السيجمنت وهذا الاوفسيت. فننتبه بس انه السيجمنت والاوفسيت اللي اعطانا هي هذا الاوفسيت ما مال هذا السيجمنت مال الدي اس، فمعناته انه راح يجبرنا نستخدم السيجمنت اوفررايد بريفكس. بعدين قال لنا وحمل قيمه جديده بهذا البايت مال الفلاكس ريجستر بقيمه جديده موجوده بالدي اس اس اي. فاحنا من يعطينا السؤال بهذا الشكل، معناته قيم هاي السجلات ما يحتاج انه نضبطها على فاليو معين، هو بس يعطينا هي كرمز وليس كرقم. فلو كان قال لكم، لو كان اعطاكم قال لكم هذا البايت موجود داخل مثلا رقم الف هكسا داخل الاكسترا سيجمنت، معناته لازم نضبط الاكسترا سيجمنت على رقم الف اول ما نبدا. وكذلك نفس الشيء بالنسبه للدي اس، لو كان اعطانا هون رقم مثلا 2000 اس اي ان ذا داتا سيجمنت، معناته انه لازم نضبط الداتا سيجمنت على الرقم 2000 اول ما نبدا بدايه حل البرنامج. كذلك البي اكس والاس اي، يعني اعطانا قيم المؤشرات كسجلات حتى قبل نستخدمها مثل ما هي من دون ما يعني نضبط قيمتهم على اي فاليو. فاول شيء هسه اول مطلوب انه ناخذ اللور بايت ونخزنه وين؟ نخزنه بالاي اس بي اكس عشان نستعين بأي هاي ناخذ الفلاكس قيمة اللور بايت من الفلاكس ريجستر نخلينه بأي هاي عن طريق لود أي هاي اف، ونرجع من أي هاي ننقله للبايت إلى اللوكيشن المطلوب باستخدام سيجمنت اوفررايد بريفكس. هذا هو هاي الخطوة الأولى. ثاني شيء ايش يريد؟ ناخذ قيمة جديدة لود ذيس بايت وذ ا نيو فاليو فروم دي اس اس اي. ال SI هي أصلا مؤشر مال دي اس، يعني ما نحتاج نستخدم موضوع segment override prefix، فمباشرة أقواس مربعة داخلها موجود ال SI، أخذنا المحتويات مال هذا الميموري خليناه بأي هاي، ونرجع بس نقول له store أي هاي into F. خلاص هاي تمت العملية بأربع خطوات بسيطة. واضح؟ ايش واضحة
جيد. هسه ترى حكينا عن الفلاكس، حكينا عن السايند والانسايند، نجي على موضوع الديفيجن، نرجع على محاضرة الديفيجن. أعتقد إحنا في هاي المحاضرة. هذا الديفيجن انستراكشن، وبوقتها قلنا أنه دائما يعز الديف أكو قدام في الأوبراند واحد فقط، وإما عندنا ديف في حالة الأنسايند نمبرز أو أي ديف في حالة السايند. هذا الشيء اللي موجود بجانب إعاز الديف إما يكون ريجستر أو يكون ميموري. طبعا إذا كان ميموري نحن لازم نكتب قدامه هل هو بايت في تي آر أو وورد في تي آر، لكن ما ممكن أنه يكون إميديت فاليو بجانب إعاز مال الديف. أول شيء لما يكون الأوبراند مالتنا اللي موجود قدام إعاز ديف هو 8 بت، العملية راح تجرى شنو هي؟ راح يتم عملية تقسيم أي إكس الفاليو مال اي اكس على هذا الاوبراند اللي يعني 16 بت على 8 بت. فبالتالي لما نقسم 16 بت على هذا 8 بت النتيجه راح توضع داخل منه؟ داخل النتيجه راح توضع داخل اي لو؟ راح تكون 8 بت، والباقي القسمه راح يوضع داخل اي هاي. اذا لاحظوا انه اي اكس السجل اي اكس هو شيء ثابت دائما راح يمثل البسط مال عمليه القسمه، ولهذا احنا لما راح نجي قبل ما نستخدم اعاز الديفيجن احنا لازم نخلي بنظر الاعتبار انه البسط مالتنا لازم يكون موجود في اي اكس. يعني من نستدعي اعاز ديف راح يروح على اي اكس ايش معكو بيها، هو ياخذ ويقسمه على الاوبراند الموجود بجانب اعاز ديف. اما الاوبراند فانت ما محددين اي سجل، اي سجل طوله 8 بت ممكن تخلونه هوني، اي ميموري لوكيشن موجود قبل كلمه بايت بي تي ار ممكن تخلونه هوني، واي نوع من الادريسنج مودز الوصول للميموري ممكن انه يستخدم هوني. يعني احنا بوقت قلنا الادريسنج مودز ممكن داخل الاقواس المربعه يكون عندنا رقم، ممكن يكون عندنا مؤشر او مؤشر زائد مؤشر لاغ، مؤشر زائدا ديسبليسمنت. كل انواع الوصول الى الميموري ممكن انه يجي بجانب اعاز ديف او بجانب اعاز مال، لكن قبله لازم نكتب بايت بي تي ار او وورد بي تي ار. زين هذه الحالة الأولى. زين الاي هاي باقي، يعني الباقي بالاي هاي، الباقي بالاي هاي نعم ريميندر. فلاحظوا يا از الديفيجن ايش قد مضغوط، ما بس يعطيكم القيمة النتيجة يعطيكم الباقي ايضا. بحالة الـ يكون الاوبراند مالتنا هو 16 بت، يعني الاوبراند اقصد بينه الشيء اللي موجود بجانب إعاز ديف، فبهاي الحالة إيش راح يعمل؟ ما بس ياخذ البسط على أنه أي إكس، ياخذ البسط على أنه هو رقم يتكون من 32 بت مخزون داخل دي إكس أي إكس. يعني يعتبر أنه أول بايتين أو اللور بايتس من الرقم من البسط موجودين داخل أي إكس، والهاير تو بايتس من الرقم موجودين بدي إكس. فالنتيجة النهائية اللي راح تطلع لنا من طبعا هذه أساسا احنا فنقسم 32 بت على 16 بت، فالناتج النهائي راح يكون 16 بت يخزن داخل اي اكس، وباقي القسمة راح يكون هم 16 بت يخزن داخل الدي اكس. قلنا immediate values ما مسموحة، وsegment registers أيضا ما مسموحة بإعاز الدف، كذلك بإعاز المال. هاي examples شت لو كان شت يجينا قسم على أكثر من 16 بت، يعني 32 مثلا. لا ما أطيق أعمل هالشكل، ما يصير ما أطيق. ما تمام ما يصير ما أي نعم. لا ال ال الرقم اللي بالبسط يعني ممكن يكون مثلا 24 بت، لا ممكن يكون مثلا 16 بت وبالمقام هم 16 بت. إذا قلت لكم 16 على 16 أو قلت لكم 8 على 8 أنتم مش تعملون؟ حتى تحولون بالضبط تحولون البسط إلى زين زين. وإذا قلت لكم 8 بت على 16 بت أيضا، ها 8 بت على 16 بت شلون؟ نحول 8 بت إلى وورد وبعدين الوورد إلى تو وورد. بالضبط جيد جيد نعم. يعني أول شيء نستخدم إعادة convert by to word، بعدين خلفه مباشرة convert word to double word. تمام
زين، تمام ست. هاي الاكزامبلز اعتقد ما بيها شيء، بالعكس هاي شرح اضافي عن اكزامبلز على عاز الدب والاي دب. وبعدين يجي موضوع الكونفيرت باي تو وورد، ايش قي يعمل حقيقة؟ هو قي ياخذ، قي ياخذ بت معين اللي هو البت الاخير من اي لو، ويرجع يكرر نفسه في اي هاي. بهاي الطريقة ايش عملنا؟ الفاليو مال اي لو كوساين نمبر، كوساين نمبر حافظنا عليه مثل ما هو، هو كفاليو والساين مالته هم ظلت مثل ما هي. واذا تريدون تتاكدون افرضوا اي قيمه موجوده باي لو، ورجعوا افرضوا كم تم قيمه ورقه وقلم، واعطي اصفار واحدات لاي لو، وافرض انه البت الاخير صفر. لما تجون تكررون باي هاي اصفار، ايش يصير للقيمه؟ ظل مثل ما هي. زين افرضوا انه البت الاخير واحد، وكرروا واحدات باي هاي، اشنو ايش انتم عارفون القيمه ظلت مثل ما هي لو لا؟ بما انه توش البت الاخير كومبلمنت واحد، بالضبط بما انه البت الاخير واحد فمعناته انه هذا رقم سالب. حتى اعرف الفاليو مالته بالديسمال ساين لازم اخذ له توس كومبلمنت واخلي له اشاره سالبه، راح ترجعون انه بهاي الحاله وبهاي يعني ب 8 بت و16 بت هو نفس الفاليو بالضبط. فانا بهاي الحاله اذا فقط قد اغير الطول مال الرقم، لكن القيمه مالته ظلت مثل ما هي as convert by toward. أما إذا كان الرقم مالتي unsigned، يعني البت الأخير يمثل value وليس إشارة، فبالتالي عملية التمديد كلش بسيطة، فقط أملأ الـ A high بأصفار. نفس الحكي ينطبق بحالة as convert word to double word. إحنا إيش قلنا نعمل؟ ناخذ البت الأخير من أي X ونمدده، أو نكرر عفوا، نكرر داخل DX، فإما ينتلي دي اكس بالأصفار أو ينتلي دي اكس بالواحدات. وطبعا هاي الطريقة حتى نشيك الساين مال أي رقم، نخشع نشيك دي اكس، هل هي يعني نستخدم إعاز convert word to double word، نرجع نقول هل أنه دي اكس صفر معناته هذا الرقم موجب، وإذا دي اكس اف اف معناته أنه هذا الرقم سالب، ما صحيح؟ هاي هم فكرة. بس عندنا شيء أسهل منه، أنه نشيك الساين، يعني نقوم بعملية معينة تكون نتيجتها هي نفس أي إكس ما تتغير، مثلا أنه نجمع أي إكس مع الصفر، فالريزولت اللي راح تكون هي نفس أي إكس راح تمثل، راح يكون كن أثرت على الساين فلاج. فحسب الساين فلاج راح نعرف أنه الـ أي إكس هي موجبة لو سالبة. تمام؟ تمام نجي على، انا طلعت بغى الموضوع يعاز convert word to double word، يكرر بس البتات ما البت الاخير من اي اكس داخل دي اكس، حتى ايش؟ حتى اذا كانت الارقام مالتنا signed احنا نكون حافظنا على القيمه مال الرقم، فقط مددنا له بحيث صار يتكون من 32 بت بدلا من 16 بت. اذا كان الرقم هو فقط 8 بت واريد امدده الى 32 بت، فاول شيء استخدم convert by to word، بعدين استخدم خلفه مباشرة convert word to double word. بحالة ان الارقام unsigned عملية التمديد جدا بسيطة، فقط راح اقول move dx صفر، وها هي. طبعا يعز convert word to double word و convert back to word فقط يشتغلون على اي لو او اي اكس، اي لو يحولوها الى اي اكس، او اي اكس يحولوها الى اي اكس دي اكس. فإذا كان مطلوب أنه أمدد قيمة موجودة بالميموري، موجودة بسجل آخر، لازم أول شيء أحطها بأي لو أو أحطها بأي إكس، وذاك الوقت أستخدم يعز convert word to double convert byte word أو convert word to double word. عندكم سؤال على هذا الموضوع؟ نعم. خلصنا الكلام عن الديفيجن. أكو أيضا يريدون نحكي عن المحاضرة الثالثة اللي هي الادريسنج مودز. فمحاضرة الادريسنج مودز بدينا بيها بوقتها هوني. الادريسنج مودز هي طريقة يعني الستاندر مال كتابة الإعازات بال 8086 مايكرو بروسيسور. فاحنا بوقتها أخذنا أبسط إعاز اللي هو إعاز موف، وأكثر الإعازات استخداما، وعلينا قلنا ناخذ أشني الأنواع اللي ممكن أنهم تجينا من الـ instructions.
أول نوع اللي هو أبسط شيء سميناه إنه register addressing mode، لأنه ال destination هو register وال source أيضا هو register. ممكن يكونوا 8 بت ب 8 بت، ممكن يكونوا 16 بت ب 16 بت، وأي واحد من ال general purpose registers ممكن إنه يستخدم هوني، وهي فقط عملية نسخ. يعني القوانين اللي بيها نفس كثير انعادت عليكم، فماكو داعي اعيد انه طولهم لازم يكون متساوي، لازم اثنينهم يكونون اما 8 بت او اثنينهم 16 بت. ما ممكن انه يكون الاشياء الممنوعة عندنا انه يكونون اثنينهم سيجمنت ريجستر، هاي ممنوعة. وايضا انه يكون الديستنيشن مالتنا هو عبارة عن سي اس، سجل سي اس بالذات ممنوع انه نغيره بالاعادات مالتنا، ممنوع. لأن قيمة الكود سيجمنت كلش حساسة، تمثل المكان المخزون بين الكود، فإحنا كأنما قن رست الشيء اللي موجود بالمايكرو بروسيسور، قن نمسح البرمجة مالته. وأيضا إذا كان كل واحد منهم طوله مختلف أيضا راح يطلع لكم ايرور. إذا هاي الأشياء الممنوعة، وهذا examples على الأشياء الممنوعة والمسموحة. طبعا ممكن يكون الديستنيشن مالتنا هو سيجمنت ريجستر على شرط أنه ما يكون سي اس، وعلى شرط انه السورس ما يكون سيجمنت ايضا. ثاني نوعية الـ immediate addressing mode، انه تكون ما بين register و number. لان الـ number ممكن يكون في طرف الـ source، لكن ما ممكن انه يكون في طرف الـ destination، لانه عملية النقل قد تتم من الـ source الى الـ destination. و أخذنا examples على هاي الحالة. ممكن يكون هوني أي رقم، بس المهم إنه يكون طوله ما يتعدى طول السجل اللي موجود بهذا الطرف. فهذا هو ال immediate addressing mode. لحد الآن إحنا ما جينا على الميموري. هاي examples على هذا الموضوع، يقول لكم إنه ممكن تخلون القيمة ال immediate إما بشكل الباينري أو بشكل الهكسا أو بشكل الديسمال أو بشكل ASCII code. هاي كلها بس example على هذا الموضوع والأشياء المسموحة وغير المسموحة. تحبون أمر عليها أيضا؟ أي مخالف، يعني خلي أشعر والله أي مثال. نهاية المحاضرة راح، ليش ما أطلع المحاضرة نفسها؟ والله لحظة، المحاضرة مالتنا مال addressing modes. يعني نعم، قلت آخر مثال واللي قبله لا. دقيقة، هذا المثال كان عن ايش؟ قال فرضنا قيمة لل BX وال SI وال DSS PSS. Give the memory locations that will be changed after executing the following instruction. هذا الإيعاز ويعيد الأشياء اللي راح تتغير، الميموري اللي راح تتغير إذا تنفذ هذا الإيعاز. الإيعاز هو أنه قنعمل move من السجل SP الـ value مالته، قنخليه وين؟ فنخليها الـ value مالته داخل الميموري اللي قنأشر عليها باستخدام الـ BX والـ SI. فنحن لازم نرسم الميموري اللي غيح تتخلى بيها البايتين اللي موجودين بالـ SP. رسمناها للميموري، وبما أنه أنا ما كنت حددتكم أنه يعني العنوانة مع الميموري هي physical هي logical، فأنتم ممكن أنه تأشرون عليها ك يعني logical أو physical، اثنينهم صح. هوني انا بهذا الحل مالتي كن لقيته الفيزيكال ادريس نزلتونه. المفروض يعني عادي انه تكتب، الاسهل طبعا انه نكتب الادريس بالشكل اللوجيكال. من هو السيجمنت مال البي اكس والاس اي؟ هوني هو دي اس، فالسيجمنت مالتنا هو 8000، والاوفسيت مالتنا هو حاصل جمع البي اكس زائد الاس اي اللي هذا الرقم زائد هذا الرقم. هذا الرقم اثنيناتهم.
من طلع لك الادريس، راح يطلع لك الادريس اللي راح تخزن بينه اللور بايت من الاس بي. اشنو هو اللور بايت من الاس بي؟ هذه هي قيمة الاس بي F43E. فاذا هو اعطاكم قيمته، تعرفون انه الاول بايت راح ناخذ يعني الثلاثة اي هو اللي راح ينخزن بهذا اول لوكيشن. بعدين نزيد بمقدار واحد، نزيد الادريس بمقدار واحد، ونخزن الهاير بايت اللي هو ايش قده؟ اللي هو الاف اربعة. فاذا الشيء اللي كان مطلوب هو ايش هي الاشياء اللي راح تتغير، تعطي يعني بعد ما يتنفذ هذا الإيعاس، فأنت تعطيهم غادوا من عندك. مثلا الشيء اللي يتغير هو ميموري، فأنت لازم ترسم ميموري. إذا الشيء اللي تغير هو ريجستر، أنت تقلم الريجستر صار هالقد هالقد. نجي على الإكزامبل اللي بعده. نعم، بس هون أكو ملاحظة على هذا الإكزامبل، قال لك إذا بدلا من بي إكس كان أكو هون بي بي، فمعناته السيجمنت ريجستر منه راح يكون ما الدي اس، وانما منه، وانما الاس اس. فبهذا النوع من الاسئله لاحظ يعطيك كم قيمه السيجمنت ريجستر، قيمه اكثر من سيجمنت ريجستر، حتى انتم تعرفون ايه ما هو اللي المفروض تستخدمونه. الاكزامبل الاخير دي اعطانا ايضا قيم مجموعه من السجلات، ويريد قيم find the value of ax after executing the following instruction. والميموري طبعا هي معطاه بالسؤال، لانه الانستركشن موف تو اي اكس فارزه ميموري بي اكس زائد اس اي زائد 100 هكسا. فهوني بهذا الاكزامبل العمليه بالعكس، انه قد ناخذ قيمه من وين؟ قد ناخذها من الميموري ونخليها داخل الاي اكس. بما انه احنا نخليها داخل اي اكس، معناته ايش قد راح ناخذ من الميموري؟ بايت للوورد. معناته احنا من اي، ما دام خلانا اي اكس من هون، احنا نطيق نعوف انه راح ناخذ 2 بايتس من الميموري. هاي 2 بايتس من وين؟ من الاوفسيت اللي قنأشر عليه هوني، زين، داخل اقواس مربعه، والاوفسيت اللي بعده. فاول شيء نجمع بي اكس. لاحظوا الميموري معطاه بالسؤال، كنأشر لنا الادريسز بشكل الفيزيكال، فاحنا لازم مجبورين انه نجمع قيمه البي اكس والاس اي والمئة حتى نطلع الأوفسيت، ونرجع من السيجمنت مالتهم. منو راح يكون السيجمنت مالتهم؟ ال دي اس. نعم الدي اس، لأنه بي اكس والاس اي وقيمة، فبالتالي ناخذ الدي اس نخلي له صفر ونجمعه معاهم، راح يطلع لنا في الرقم اللي هو هذا 1 0 1 3 0، يمثل ايه هذا اللوكيشن. هذا الشيء الموجود بهذا اللوكيشن راح يمثل لي اللور بايت، يعني الشيء اللي راح يوضع في اي لو، في اي لو. والشيء اللي باللوكيشن اللي بعده راح يوضع في اي هاي. فهذه لحظة القيم يمكن كتبت يا اما هيكسا، هذه القيمه هي بس دي فقط، دي. فاي لو كلته راح يصير بيها دي. زين نجي على الاي هاي، ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها اي سي. فبالتالي القيمة لازم تنتبهون أنه دي قبلها راح تخلون صفر، يعني ما مباشرة تقولون أي سي دي، وإنما راح يصير أي سي وزيرو دي. واضح؟ لأنه هاي محتويات اللور بايت وهذه محتويات الهاير بايت بهذا الشكل. فلاحظوا قيمة الأي إكس النهائية راح تكون بهذا الشكل أي سي زيرو دي. واضح؟ جيد. إذا كان كنا أعطاكم الأدريسز بشكل لوجيكال، كان المفروض أنه يعطيكم ألف هكسة يما نقطتين ويما حاصل جمع بي إكس زائد إس أي زائد 100. أحد عنده سؤال أو شيء ما مفهوم؟ عفوا، هاي هي بس الأسئلة اللي جيتني من عندكم، فإن شاء الله بالتوفيق.